عندي يعني تفاؤل زايد، واخشى على اللعيبه من التفاؤل الزايد، على لعيبه المنتخب السعودي اذا صوتي يوصلهم او يسمعوني عبر اي وسيله انه ينسى مباراه المانيا. لو دخلنا امام روسيا والله واحنا ترى يا جماعه احنا احرجنا المانيا وضيعنا فرص قدام المانيا، خلاص خلي دائما اللاعبين نظره مستقبليه. اعتقد انه بيتسي حريص على الجزئيه هذه. اليوم احنا في ثبات في التشكيله. اليوم انا اسمع كثير اراء في يعني للاسف برضو مش من الاعلاميين، يعني لا يكون تويتر هو الصوت اللي يصنع القرار. يعني هذا اهلاوي وهذا هلالي وليش ما لعب فلان وليش ما لعب فلان، هو منتخب بيمثل البلد والمدرب هو الاقرب وهو اللي يشوف. احنا ممكن نشوف فلان افضل من فلان، المدرب هو الموجود. اعتقد المدرب الاستاذ بن شرقي قال عباره جدا جميله من اسبوعين، قال المدرب بيتسي بيلعب بالامكانيات المتاحه قدامه. الرجل ما عاش فتره اعداد طويله، لكن احنا كاس العالم ان شاء الله لتاهل الدور الثاني، وعندنا بعضها كمان استحقاق جدا مهم اللي هو كاس اسيا في الامارات. اليوم المنتخب اليوم أنا أقول لهم من اللحظة هذه انسوا مباراة ألمانيا. ممكن أنت لو قابلت ألمانيا في مباراة رسمية الوضع يختلف. ترى خلينا نكون منطقيين وصريحين مع بعض، يعني اليوم ترى مباراة ودية. يعني حمد يقارن هذه بين مباراة 2002 8 الألماني حتى ما رحموا البرازيل في عقل دارها 7 وكانت قابلة للزيادة. فاليوم برضه اللعيبة الألمان كانوا بيلعبوا معنا، قالوا ما حد يفهد. انا بقول من باب الانصاف يعني ممكن يزعلوا مني، انا بلدي وابغاها ان شاء الله تغلب ألمانيا 7-0، لكن لا تنسى اليوم اللعيبة الألمان كمان بيلعبوا وهم متخوفين. يعني صراحة مؤكد أسامة المشارك عمر هوساوي الظهيرين نحتاج، لكن أنت اليوم لما مهما أقول رأي فني في النهاية النتيجة هي المسيطرة. يعني انك توصل حارس، يعني حارس انت عندك زي نوير واسماء كبيره، وشوف البنيه الالمانيه. يعني انا شفت الشوط الاول المانيا يا رجل كانوا بيلعبوا كوره غير الكوره اللي احنا نشوفها. انت بتتكلم على المانيا، ما بتتكلم على 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 على, على بلد صغيره ولا ناس بيتعلموا كوره، لكن النتيجه تعطيك تفاؤل. اللي اهم من النتيجه اننا وصلنا. شوف المتابعة، كان السهلاوي ما توفق في ضربة الجزاء، طلع تيسير تواجد وكمل. عندك فهد، عندك شفنا فرق مستوى فهد. فأنا صراحة أهم رسالة أبغى أعيد وأكرر، انسوا مباراة ألمانيا يا جميل. شباب مباراة روسيا حتكون أصعب لأنه حندخل في المعترك الرسمي. ممتاز. المباراة الودية هذه على قول المصريين اللي فات حمادة واللي جاي حمادة واحد تاني. ماشي ممتاز. بس بالمناسبة تصحيح معلومة، ترى أنت قلت قبل شوية أنه ألمانيا أي ترى نسيتون شو بقول الله يلعن الشيطان. أنت تقول أنه سبق لليابان صح؟ وصلوا دور الثمانية. لا هم خسروا في دور ال 16 وخرجوا 1-0. آسف. من بس تركيا. دور الأربعة كانت تركيا وكوريا. أيوة من تركيا. طيب.